البداية أهلا وسهلا بكم، أترككم مع هذه الصور الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة التي تكسوها الثلوج في أبها حلة من مدينة سويسرا الرائعة، وأريد أن أهنئكم بالعام الجديد فأقول سنة إدارية جديدة، لا أدري ما يخبئ لنا فيها القدر، لا أعلم كيف ستمر، لا أعلم خيرها أو شرها، لكني أتفائل دائما بالخير، ربما تكون أفضل من العام الذي مر، فأتمنى وأرجو من الله عز وجل أن تكون سنة سعيدة أفضل وأجمل، وأن تحمل لنا كل السعادة، كل الحب وكل الخير. سأدعو لي ولكم ولكل من سمع هذه الكلمات الصحة الجيدة، راحة البال وطول العمر. سأدعو الله وسأظل، لأن الدعاء يغير القدر، ولأن الله لا يرد عبدا دعاه. عاما جديدا، عمرا جديدا، وفرصة جديدة من الله العلي القدير لي ولكم، فكل عام وأنتم بخير، بل أنتم الخير لكل عام. ولأني أحبكم كتبت هذه الكلمات، فهذا ما جادت به مقلتي. دمتم في رعاية الله وحفظه. زكية شانيل بقلمي. هذه الكلمات والأمنيات أردت من خلالها أن أهنئ كل متابعي زكية شانيل بالعام الجديد، وكذلك أهنئ عائلتي، جيراني، أصدقائي، وكل من يعرفني. أنار الله دروبكم وحقق لكم أمانيكم، وأردت كذلك أن أرد الجميل لكم ولو بجزء بسيط على تشجيعكم المتواصل ومساندتكم لي طوال مسيرة عامين كاملا في هذا العالم الافتراضي. شكرا جزيلا لكم، وبارك الله فيكم، وحبكم في الله. حبيت نعمل الفيديو هذا ونهنئكم بطريقتي الخاصة، حبيت نعمل حاجة سبيسيال ليكم، خاطركم عزيز عليا برشا برشا، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو وينال رضاكم. 2023 إن شاء الله يكون أجمل وأحسن، ويدخل عليكم بالخير والخمير والرزق الوفير. قولوا آمين، وربي يقدر لنا الخير حيث ما كان. ونتمنى لأول مرة يشوف قناتي فضلا وليس أمرا يشترك وينضم لعائلتي الصغرونة. يشرفني حضوركم الناس الكل وتفاعلكم معايا، ومرحبا بيكم الناس الكل. وتوا نخليكم في أمان الله وحفظه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.